مؤسسة عالية تنظم اليوم بشراكة مع كلية أداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط ندوة حول تطور الجغرافيا بالمغرب من جغرافيا استعمارية إلى تخصص للتنمية البشرية والمستدامة. نحاول من خلال هذه الندوة مقاربة عدد من القضايا المرتبطة بالجغرافيا وبتطور الجغرافيا بالمغرب، مقاربة تاريخيا أهم المراحل التي مرت منها الجغرافيا بالمغرب، وكذلك بعض القضايا والمواضيع من قبيل الجهوية المتقدمة ومنظومة المدن وغيرها. هذه الندوة ننظمها كذلك تكريما لأحد رجالات هذا الوطن، أحد الأساتذة الذين تركوا بصمات واضحة في علم الجغرافيا، في النضال النقابي، في النضال الحزبي. الأستاذ أحمد الغرباوي كان أستاذا للجغرافيا حاصلا على أول أطروحة للدكتوراه في تخصصه بالمغرب، كان أستاذا في هذه الكلية في كلية الأدب والعلوم الإنسانية، وساهم في تأسيس الجامعة المغربية. ترك إرثا علميا أكاديميا غنيا في مجال تخصصه. نضل أيضا على الواجهات النقابية كمناضل في الاتحاد الوطني طلبة المغرب، في الاتحاد المغربي للشغل، في النقابة الوطنية للتعليم العالي، ثم كذلك داخل حزب التقدم والاشتراكية التحق بالحزب الشيوعي المغربي، ثم التحرر الاشتراكية والتقدم والاشتراكية كمناضل بلجنة المركزية. جعل من بيته بباريس يعني فضاء لاستقبال وعقد اجتماعات الحزبية بباريس. الأستاذ أحمد الغرباوي وطني غيور، قدم للجامعة المغربية وقدم للعمل النقابي وقدم لحزبه وقدم لبلاده وطنه الشيء الكثير. اليوم نهدي أشغال هذه الندوة لروح الفقيد أحمد الغرباوي. بالنسبة لهذه الندوة التي سنهدي أعمالها للمرحوم الدكتور أحمد الغرباوي، أول دكتور دولة في الجغرافيا بالنسبة لي كمغربي، حصل عليها في مطلع الثمانينات، وهو أستاذنا شخصيا، هو الذي أثر لي دبلوم الدراسات العليا، وكذلك ساهم كذلك حتى في دكتورة الدولة، وهو أستاذ الأجيال، نقابي سياسي كان ينتمي للاتحاد المغربي للشغل، والسياسي ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وقبله كان حزب التحرر والاشتراكية، وقبله كان الحزب الشيوعي المغربي، وأيضا يعتبر من الاختصاصيين في الجيومورفولوجيا، وكذلك له عدد من الدبلومات لا بالنسبة للنبات ولا ليسونس في التاريخ، وكذلك عدد من التخصصات، وكان قد قام بأطروحة حول الأرض والإنسان بشبه الجزيرة الطنجية. هناك ثلاث مواضيع ستتناولها الندوة، موضوع ديال التقسيمات الإدارية، موضوع حول المدن ومواقعها، وموضوع كذلك حول التقييم للتز، هذو 30 أطروحة دولة بالنسبة للمغرب. اليوم كان حضروا في واحد تظاهرة علمية اللي بغاوها المنظمين على أساس مقارنة ما بين الجغرافيا القديمة والجغرافيا الحديثة والتحولات اللي يمكن تكون طرأت، طبعا من خلال لا المنهجية ولا المتخصصين والباحثين اللي ساهموا على مر عقود في معرفة التراب الوطني. طبعا الجغرافيا هي تخصص اللي يرتبط بتوزيع المعطيات على التراب الوطني، توزيع السكان، توزيع الثروات، توزيع الموارد الطبيعية، ثم طريقة تعامل المؤسسات مع هذا التوزيع، لا من حيث إعادة التراب الوطني ولا من حيث التوجه العام بصفة عامة بالنسبة للجغرافية. إذن اللي كيتبين هو أن هناك طفرات في المعرفة ديال جغرافية المغرب،
محطات كبيرة بدأت مع ما يسمى بجغرافيا استعمارية سابقا، ثم جاء الجيل اللاحق والأجيال الحديثة حالية. إذن هناك عدة محاور تناقش وتطرح في هذه الجلسة، ويحضرها طبعا ناس متخصصون، وكذلك هناك معطى أساسي، وأنه جانب من هذه الندوة مخصصة للتذكير بالأستاذ أحمد الغرباوي، لأنه كان شخص عالم وتكونوا على يده واحد الأجيال ديال الجغرافيين وأثر فيهم. والآن بعد 25 سنة على رحيل وفاة العلامة، ما يسعنا إلا أن نقف احتراما لهذا النوع ديال الشخصيات اللي بصمت وطبعت على الأجيال المتلاحقة. إذن هذا هو بصفة عامة، أنا غير خطوط عريضة بدون الوقوف عند الجزئيات، وتحياتي.